صباح النور الخوت، بخير عليكم، كلشي مزيان، الله يحفظكم. اول حاجه لله ما اعطى ولله ما اخذ، وان لله وان اليه راجعون. بالنسبه لذاك الشنبوغ اللي عزلناه الخوت البارح، كان البارح عزل البارح في العشيه عزلناه، ان لله وان اليه راجعون. انا نقلب الكاميرا و100% بوعنيني قلي عندي، لان شكيت في واحد الحاله اخرى دفلي بالليا عاوتاني مشيت لتماك، يعني شكيت فيه، طليت دابا على الحمام شكيت فيه. خليكم معايا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا الخوت باقي في بلاصتي. بالنسبه للشنبور عزلنا هنايا، كيف قلنا كان فيه بوعنيني قهوه مسكين، كرم. شوفوا الخوت مسكين، هذا ولد الهولندي الخوت، هو كرم مسكين، كرم كيف لاحظتوا، قدر الله ما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون. راه حتى أنا الخوت أنا شي نهار حتى أنا غادي نكرم بحال هكا، حتى أنا إن شاء الله، يعني ما معنى إن شاء الله، يعني إلا بغى الله، غادي نكرم حتى أنا بحال هكا، وأنت نتوما غادي تكرموا بحال هكا، لأن البقاء والدوام لله عز وجل، فهمتي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الخوت هذا هو توفى الله يرحمه مسكين، بغيناه كنطلب منه انه يسمح ليا الا درت معاه شي حاجه ماشي هي هذيك، والله العظيم الا بقى فيا بالله. شنيبير زوين، هذا ولد الهولندي، شنيبير زوين الخوت، ايوا والله العظيم الا جاب ليا البكيه بالرب الجليل، تنحلف بالله وراكن قسم فمي بالله الا جاب ليا البكيه. خليه هنايا تنحيدو نديرو فشي بلاستيكه. ها هو الخوت، حنا كيف قلنا الخوت غادي نوريكم واحد الحاله اخرى على ما اظن، والله اعلم، انا تنقول والله اعلم، الا كانت الخوت هذه الحاله اليوم راهو داك الدفلي، شتو داك الدفلي تماما الخوت اللي يمكن فيه بوعنينيق. انا غندخل معكم الخوت حتى لوفت لداخل، ديك البزقه خضراء عندي راه هي بوعنينيق، ماشي شي لعبه اخرى من غير بوعنينيق، هذيك بوعنينيق مسكين، هذا كيفرفر، ها هو هذا شكيت فيه الخوت، ها هو هذا الشنبوك شكيت فيه، هذا شكيت فيه الشك حرام، هذا الدفلي هذا هو كيتمشى مزيان بعدا الخوت. نخرجوا الحمام يحرك واحد شي شويه لانه ما عمرو خرج بالجوع، كيف قلنا نخرجوه كيما تنخرجوهم، شحال هادي ما خرجوش، خرجت انت نشوفوك، كيف قلنا الخوت خرجناهم بالجوع، نشوفوا الطيران ديالهم، نشوفوهم كي دايرين، شكون اللي غادي يطير، شكون اللي ما غاداش يطير، شكون اللي مريضه، شكون اللي ما مريضاش، يا ربي يا ربي تجيب الشفاء يا ربي، اللهم رب الناس ادهي بالباس، واش في انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، لله ما اعطى ولله وله ما اخذ. يلا طير 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 طير، بين لي بانك صحيح، بين لي انت، بين لي انت فين غادي، انت فين غادي، بين لي راك صحيح هاكك طير، انت بقيتي انت سير، بقى واحد الخوت خاصو يبين لي بانه طير ها هو طار، عاد فليا خوت. حنا طلقنا الحميمات هذا مكان، لان كيف لاحظتوا هذا هو، هذا هبط، هذا فيه الطغل هبط، الدفليه فيها الطغل تي هبطات، كيف قلنا مده طويله هذه ما طلقناهمش، دابا الجوع الخوت راه طالقهم بالجوع، باقي ما عطيتهمش ياكلوا، كيف قلنا باقي ما عطيتهمش ياكلوا، غادي نعطيهم الاكل ديالهم ان شاء الله، وغادي نرد البال الخوت الا كان بوعنينيق، غادي نفاكسي اليوم باذن الله، اليوم في العشيه غادي ندير نحل داك الفاكسه. هادي الدفلي، هاد الدفلي باغي يهبط، هذا اللي قلنا شتو انا غادي نردو ليه البال، خد داك الدفلي اللي قلنا مريض اللي قلنا فيه بوعنينيق شتو باغي يهبط، والله اعلم، فهمتي شتو باغي يهبط، الا هبط الخوت هو الاول راه مريض، الدفلي محروق، ها هو تمام، انا باغي يهبط الخوت، كيف قلنا راه باغي يهبط، داكشي اللي غادي ندير ان شاء الله الخوت، ان شاء الله غادي تكون معايا لالا فاطمه الزهراء حفظها الله ورعاها، الله يحفظنا ويحفظكم كيف كنقول ديما. غادي نحاول الخوت ندير تلقيح ديال الحمام اليوم ان شاء الله، نحيدوا عليا هذا المسمار، دابا التلقيح راه عندي في الدار، عندي جديد، يلا جبناه الفاكسا وها محطوط في الثلاجه، لما لا، علاش لما نديروهش اليوم، غادي نعطيهم الجهاز التنفسي، باقي لنا اليوم كيف قلنا الخوت، باقي لنا اليوم ان شاء الله غادي نعطيهم الجهاز التنفسي باذن الله. ها هو الدفلي الخوت، ها هو تماما هو اللي هبط، جوج خوت كاع كيتشابوا سبحان الله العظيم،
يا ربي تيسر يا ربي يا ربي تيسر يا ربي يا ربي يا ربي أتوسل إليك يا الله يا الله أتوسل إليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربي تشفي لي حميمتي يا ربي يا ربي يا ربي ويا ربي هذا ترحموا إن شاء الله كاع طيور الحيوانات إن شاء الله نتلاقوا في الفردوس الأعلى. الحمد لله ما يعني كنعطيهم الدواء كنعطيهم الماكلة يعني مهلين فيهم كما يقال مهلين فيهم الحمد لله. هاد الخمسة هادو تما ما هبطوا هادو كبار لا هادو كبار مزيان هادو شتو معلاو الخوت تبارك الله هادو ملي صحاح صحيحين هما هادو راهو معلاو. حنا حلينا لهم اكسبرا كيف قلنا الخوت باش الحمام يطير يتنفس كما يقال تنفسوا الخوت واحد شويه راه الاخرين راه ما فين مشاو يشموا شويه ديال الهواء النقي هذا مكان. الله المستعان الخوت كيف ما كان الحال والله باغي نستسلم الخوت واخا يبقى فيا غير عرق واخا يبقى فيا عرق واحد ما غاديش نستسلم غادي نبقى معاهم ساكنه نبقى معاهم حتى نداويهم باذن الله. والمرض الخوت راه ماشي غير عندي انا راه ماشي غير عندي انا راه كاينين ناس معايا وراه عندهم المرض الخوت ناس معايا كنعرفهم وعندهم المرض. سالات الحفله اللي كاينه نقولها لكم والله العظيم الا كاين المرض. وهذا حنبقاو لي هنا الجحمانات هادو كانوا مبيضين ولا مفرخين ولا صافينا والله العظيم لا طلع لي الدم ما نكذبوش على الله فهمتي الخوت طلع لي الدم ماشي من اللحمه طلع لي الدم ما عرفت طلع لي الدم وصافي والله العظيم لا طلع لي الدم. اليوم الاخر ديال الجهاز التنفسي في العشيه غنفاكسي مع الخوت باش نتهنى من الفاكسين باذن الله والله يرحم لكم الوالدين. وحاجه اخرى الخوت ان شاء الله كيف ما كان الحال الخوت كيف كنقولوا الحمد لله والله ما عرفت هذا العام هذا شنو وقع هذا العام هذا ما عرفتش السبب منين شي كيقول لي من الاكل الاكل ما يمكنش الحمام يتصبوا عليه نيق شي كيقول الاكل شي كي كله وشنو تيقول ولينما شوف كما يقال المكاتيب حاجه مكتبه سكا سكا كوزينة هذه مكتبه الخوت صافي مكتبه بيبليوتيك بالفرنسيه مكتبه الخوت وما عندنا ما نديرو هذا ماك فهمتي غادي نحاول كيف قلنا الخوت غادي نحاول ما امكن هادو راه واحد راه داك الدفلي راه دخل وخرج هذاك مولف تيخرج ما علينا راه مولف تيخرج وكيف قلنا الخوت واحد الطوبي محروق طيح عند خونا خالد اللي في حي بيعات اللي كان جاب لي حمام ديال طنطان طيح عنده شي طوبي محروق ربما يكون ديالي الله اعلم قال لي هو ديالك قال لي راه غادي نجيبو لك في العشيه حنا غادي نشوفو ملي غادي يجيبو نشوفو واش ديالي ولا ماشي ديالي كان ديالي راه هي هذاك ما كانش ديالي راه رجعوا ليه ولا غنطلقو يمشي فحالو هذا ما كان يلا كيف ما كان الحال الحمد لله هادشي اللي كاين الخوت والله العظيم الا اول مره كيطلع لي الدم بصح نيت بالمعقول والله العظيم الخوت الا كيطلع لي الدم بالمعقول مفرخين اربعه د الحمامات وهالمرض ما فهمتش كيفاش اربعه د الحمامات زعما ما مفرخين حتى نقولوا 80 ولا 100 ولا فرخين جوج حمامات ونص ما الله ما في اليوم ان شاء الله الخوت الا بغى الله عز وجل اليوم احنا راه وكلناهم كيف قلنا وكلناهم غادي نوكلو حتى نتيوات الزغاليل الخوت هادو راه صافي كلاو كيف قلنا راه كلاو غادي راه ولي مريض الخوت شتوه راه فين وشو فين مقوبر انا شكيت بوعنينيق فيه تاهو يعني راه بوعنينيق اللي صابني الخوت يعني داك الفاكسين اللي كنا فاكسينا به الحمام ماشي نقولو بيريمي هو اللي ضاد تبقى فيه مزيان وانما خاص الفاكسين يكون جديد يتشراو تفاكسي بلا ما تحطو حتى العام الجاي ولا نخبي حتى ثلاث سنين ولا هذا ما بقاش نديرها بقى ناخذ الفاكسين اللي غادي يكفيني غنفاكسي به منين غادي توصل الوقيته ديال الفاكسين عاوتاني يجي فاكسين اخر جديد هادشي اللي غادي ندير الخوت ما بقاش نخلي الفاكسين عندي في الثلاجه هذا ما كان الحمد لله الخوت كيف قلنا كيف ما كان الحال الحمد لله ونتمنى من هاد الشنيبر اللي غادي يجيب لنا خالد في العشيه نتمنى ان يكون الشنيبر ديالنا كنتمناو انه يكون الشنيبر ديالنا يلا والله يرحم لكم الوالدين ونتمناو الخير هذا ما كان نتمناو الخير واخا هو قال لي واحد السير قال لي بانت فيه 63 انا ما عنديش 63 هذاك الرقم ديال 63 راه ما عنديش هذا ما كان نتمناو انه يكون ديالنا نتسناو الخوت هادو يدخلوا حتى هما ان شاء الله ومن بعد ان شاء الله غادي نخرج دوك الزغاليل حتى هما نحط لهم شويه الاكل ونعطيهم يشربوا وغادي ندخلهم باش ان شاء الله في العشيه يكونوا واجدين الفاكسين يعني يكونوا واكلين لان الفاكسين كيبغي الحمام يكون واكل باذن الله
والله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير الخوت كيف ما كان الحال. قل لن يصيبني الا ما كتب الله لنا. هذا المرض الخوت راه ماشي فلان اللي جابوه ولا فلان ولا فلان ولا فلان. الله هذا المرض هذا جا سالت الحفله. يعني كل مره وكيف كتبتالا يعني راه تقدر الله اعلم يقدر يجيك انت المرض. راه شحال من واحد كيكون عادي صحيح الله يستر الله يستر الخوت. كنقولوا حنا كنهضروا غير في الواقع كنقولوا الحياه الذي نعيشها. شحال من واحد وشحال من وحده تتمرض طنيدي باق مقلق يقول لها فيك السرطان هي ما معولاش على شي امراض ما كتكونش معول عليها الله يستر. هذا ما كان لان هنا فين خصنا نامنوا بالقدر ديال الله عز وجل. كيف قلنا هادو خصني ندخلهم هادو كيف قلنا الخوت بالقدر ديال الله عز وجل. يعني حاجه مزيانه ماشي حنا غادي غير تكون حاجه مزيانه صافي حاجه مزيانه نبغيوها وحاجه خايبه نبغيوها حتى هي ونقولوا الحمد لله. كيف ما كان الحال نقولوا الحمد لله. بالنسبه للشنبور الاخر الخوت لي بحال هذا اللي كيشبه لهذا اللي كنت كندير ليه الكينه اللي في الشجنه ديال الاناث عاوتاني راه جريت في العصو. هادشي اللي كاين الرجلين ديالو هذا خاصني نطلعهم الفوق فوق اللوفت نحطهم شويه في السبوتنيك ان شاء الله باش يدخلوا باش نطلق الزغالي. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين كيف كنقولوا ديما ونتلاقاو مع ديك جوج ولا ثلاثه نفاكسيو ضروري اليوم نفاكسيو الحميمات باذن الله. يلا تحياتي لكم الله يرحم الوالدين. الخوت انا راه باقي ما مشيتش باقي ما نعستش كيف قلنا خرجنا دابا الاناث راه زدناهم القمح الخوت في هذا الاكل هذا تبارك الله راه كلشي كياكل كيف قلنا كلشي كياكل الحمد لله. غير واحد القضيه الخوت اللي لاحظتها بالنسبه للوفت ديال الاناث في واحد الريحه كريهه الخوت وحشاكم خانزه الشجنه خانزه بالعربيه ما نكذبوش على الله فهمتيني الشجنه راها خانزه يعني الحمام في لا دياري ولا في شي لعيبه بعدا الحمام في شي لعيبه. الخوت الله العظيم الا ضخت اقسم بالله العلي العظيم حتى ضخت يعني ضخت بمعنى ضخت راني ضخت بصح نيت بالمعقول. حنا راه سدينا الخوت لهذا الشبيك باش ما تجي حتى شي حمامه زايده بانت لي قبيله واحد الشنبوره طوبيه كدور هنايا ما علينا سديت ربما الله اعلم تجي شي بياسه تهبط غير على غفله وتجي تهبط اللهم نخاف انا نمرضها هذا هو المشكل الخوت نخاف انا نمرضها هذيك الحمامات تكون صحيحه وتهبط عندي هنا وتمرض هذا ما كان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين الحميمات كيشربوا غادي نخليهم هنا ان شاء الله ياكلوا ويشربوا ما غاديش ندخلهم اللوفت ديالهم حتى العشيه ان شاء الله وغادي كيف قلنا غادي نفاكسيو الحميمات ندير لهم التلقيح ديالهم ان شاء الله بعدا نحيدوا الخوت الباراميكسي فيروس اللي هي بوعنينيق حيت بوعنينيق انا يمكن الحاله الثانيه اللي الحاله الاولى راه توفات الله يرحمه الحاله الثانيه راه شكيت فيها داك شكيت فيه وراه الحاله الثالثه الخوت راه هو شتو هذاك اللي الفوق هذا شتو هذا راه بان ليا مقوبر ها نتوما شو راسو كاع ما كاينش كيحك لا الخوت كيحك ها هو هذاك راه مريض حتى هو بان ليا والله اعلم كنقول والله اعلم والله اعلم. حنا ليسونسييل الخوت هو نديرو داكشي اللي علينا نديروه الكامل والله هذا ما كان داكشي اللي علينا راه غادي نديروه التلقيح راه غادي ندير التلقيح ديالي وديك الساعه المكاتب ديك الساعه خذ ما عطاك الله. يلا تحياتي لكم مشي الخوت نعس هو الاول والله يرحم لكم الوالدين هادشي اللي نديو معنا الخوت الله يرحم لكم الوالدين والله هادشي اللي نديو معنا راه ما نديو لا حمام لا نديو حتى شي حاجه راه ما غادي نديوها راه ما كنديو معنا حتى شي حاجه باش بنادم ما بقاش هادشي راه غير كيف قلنا كماليات الله يرحم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت عدنا لكم من جديد رجعنا لكم واحد القضيه اللي بغيت نقولها راه حسيت براسي مريض والله العظيم الا نعس دابا فقت حسيت براسي ماشي هو داك مريض والله اعلم بحال غتكون شو بحال راسي ضرني مرضت والله العظيم الا تستريسات مرضت حتى في الصباح ما نكذبوش على الله الخوت مرضت في الصباح تنطلع نقول لكم باش مرضت تنطلع والله العظيم لادينوكو اللي شداتني نهضروا في الواقع مرت منيش داك العجب اللي عندي راه مرت ما علينا. بالنسبه للخوت الفاكسان هو هذا هي باقا مسدوده باش كتعرفوا هذه مسدوده هي البلاستيكه ديالها حيت هذه راه لاصقه مع داك الالومنيوم هذه راه لاصقه مع الالومنيوم يعني باش غادي تحيدها خصك تهرسها هذا هو الكارونتي الا كانت عندها هذه راه الكارونتي مسدود ما مقيوصاش الا كانت هذه محيده راه محيده حنا غادي نحيدوها انتم ردوا البال الخوت غادي نهزوا القياس اللي بغينا ورجعوا الفاكسان ان شاء الله. ها سمعتوها سمعتوا الخوت ها انتو ها انتيا زومي هنايا زومي هنايا شيا كتبان هاد الالومنيوم هي قري الالومنيوم الخوت ديال هذا ها هو هاد الالومنيوم هذا اللي هنايا. يلا الخوت ان شاء الله على بركه الله بسم الله وعلى بركه الله غادي نهزوا الخوت الفاكسان وغادي نعمروا القريعه ديالنا ان شاء الله الا بغى الله عز وجل ونتمناو الخير. يلا خلي ما كنجدوش الفاكسان من هنا لا دات ديالو راه مزيانه
كنحركوا شنو هي رخو ولا ما شنو هي بحالك شنو كندير باللغه العربيه شنو كندير كنمخضو ولا جوز ما عرفت شنو هي كيقول لك القاروره حرك القاروره شنو هي باللغه العربيه ودي اش من تخليط تيقول لك جوج ولا ما عرفت مخ ولا ما عرفت كيفاش بحال هكا تيقول لك القاروره حركها مزيان لا نخضها بحال نخضها لا كاينه باللغه العربيه واحد الكلمه المشاهدين غادي يقولوها لينا نتوما ما قاغينش جوز ولا مخ ولا ما عرفت كي بحال هكا والله العظيم انا عقلي غادي نقولها لك بسم الله الخوت على بركه الله حنا دخلنا البرا ديالنا وغادي نجرو الخوت غير بشويه ديالنا هامان انا الخوت هادي راه فيها شي 6 ديال المليم يعني 6 كل مليم غادي فاكسيننا 10 د الحمامات لان 1 مليم الخوت 0.1 كيف قلنا 0.1 كنمشيو غير بشويه علينا دابا غادي نديرو حنا كاع 60 6 ديال المليم غادي فاكسيننا 60 حمامه لان تحيد لك هذيك الكحله عندك والله الا غتحيد شي صافي بارك هيا تحيد عندك الخوت هي نقولوا 5 ولا 10 غنبقاو غاديين بحال هكا ان شاء الله وبالنسبه للفاكس الاخر الخوت نرجعوا لبلاصتو ان شاء الله حنا نديروا هكا نبقاو غاديين بشويه بشويه هذه ما خدامهش هي شي كيسير شوف شي يلا الخوت خليكم معنا تنعمروا واحد شويه في القرعه وانا الحمد لله هانتوما القدر اللي هزينا من الفاكسا وهذا راه 0.1 يعني الخوت راه عطيتني 0.1 0.5 يلا تفاكسي لنا 5 د الحمامات 0.5 يعني غا نص مليم نص مليم يفاكسي لنا 5 د الحمامات مليم واحد قد هكا مليم يفاكسي لنا 10 د الحمامات يعني برودوي مجهد يعني كنديروا غير شي شويه حنا البيستولي ديالنا هو هذا الخوت راه ريقلناه ولله الحمد راه ريقلناه وخا شوف شويه الخوت عندنا الحمد لله شوف شويه ضعيف شاجي جبنيتي فين هو ها هي مالا شحال هنا فين بلا شي هيت سباك ها صفر ها واحد جوج واخا واحد شويه دي فين كاينه الشرطه هاي. الشرطة كاينة في 0.5 0.5 صافي هي هذيك نص واحد 0.5 هي هذيك ما علينا 0.5 هي عندنا حنايا واحد ما علينا الخوت هو هذا ان شاء الله دابا ان شاء الله غادي نطلعوا حنا غادي نزيرو نخليو الدواء ديالنا هنايا باش يلا يتسلق نيت لانه مادة دهنية وخصو الخوت ملي كتجبدو من الثلاجة خصو يتسلق باش ما يبقاش قاصح ان شاء الله صافي دابا نخليو الخوت هكا ان شاء الله هادو غادي نحافظوا عليهم بالاخص هادي الله يرحم ليها الوالدين هادي خدامه معنا واللي كيجي مع البيستولي الخوت كيف كتلاحظوا ها هي قرعه جديده ديالو بحال هادي اللي كنخدم بها هي هادي ها الغطايه ديالها ها هي وكاين واحد العيبات ديالها وليني هاجي بلاتي اي هادي هي هادي ياك هادي هي هادي هادي راه كبيره هادي شتيها هادي راه كبيرة الخوت هادي كبيرة يعني ماشي لا غادي دير شي قرعة كبيرة فهمتيني إلا كانت بيستولي دير شي قرعة كبيرة الفاكسان كبيرة حيت هادي كبيرة والقرعة بحال هادي والغطاية ديالها كيف العادة وبالنسبة لهاد البراوات هادو راه ما كنخدموش بهم هادو هما اللي جاو معاه هما براوات بزاف هنا جوج ربعة خمسة عشرة د البراوات الخوت اللي جاو معاه وكذلك مثال الخوت هاد التيجو تيو طويل إلا بغينا نخدمو ديك القرعة ديال كيف كيخدم بها خونا رضوان ازولاي تحيه لخويا رضوان ازولاي القرعه اللي كان مولف تيخدم بها هذيك الطويله كيطلع هذاك ولكن هذيك كتدي بزاف وشنو اخر باقي لنا شي حاجه اخرى باقي لنا شي حاجه اخرى عرفتي شنو هي البنات تيو ها هو ها هو تيو الصغير باخو هذا هو السكوك ديال هذا هادي الا تقطع ولا وقعت لي شي حاجه السكوك ديالو يلا ولله الحمد الامور طيبه كما اقول دائما يا ربي يا ربي تخليها طيبه وكاين الخوت هذوك العيبات دوك شنو يقولوا لهم شنو كيقولوا لهم شنو كيقولوا لهم الجوانات وداك الشيء هذا ما كان يلا الخوت نتلاقاو هذا الشنيبر هذا هو اللي جاب لنا خونا خالد ما يسمى انا اللي كان قال لي انا ما عرفتش الكنيه ديالو خالد ولد النقافه اللي كان جاب لنا الحمامه الخوت ديال طنطان هاد الشنبور هذا حتى هادي نخليوه ياك نخليوه انا ما غدير لنا حتى حاجه كيف قلنا هاد الشنبور طاح عنده الشنبور الخوت هذا راه طاح عنده وعند بالوش ديالي وريهم الدار وريهم الولاعه
خليكم معايا خليكم معايا. ما كتلاحظوا هي الشنيبر كما كتلاحظوا هانتوما. شوفوا اجي اجي بنيتي اجي هاكا هانتوما الخوت راه غير الظهير كدير غير بحال هكا الرجلين غير كتقادهم، يعني لا داعي تبقاو تفلعصوا في الرجلين ديال الحمامه. فاش كنتفرج في شي قنوات كيبقاو فاش بينوا الظهر كيبقاو يفلعصوا الحمامه ويكرفصوا فيها، لا داعي الخوت باش ديروا بحال هكا، راه غير هكا كيبان الظهر ديال الحمامه. وكما كتلاحظوا هو الريش ديالها زعما الجناح راه كيكرزهم تديهم هيه كما كتلاحظوا الخوت. ها انتوما راه بان ليا الخوت هاد الشنبور هذا ديال المسافه بالك دغيا دغيا حكمتي خوتي اش فيه بزاف ديال الريش بان لي ديال المسافه. ها هي حتى معلميت بزاف ديال الريش ممكن كتسمعيني تنقولها معلمه كما كتلاحظوا انتما هو طبيب حرام. عطيهم السيري السيري باش الا تعرف عليه شي واحد. سيري اجي لينا 03529 ها هي 0 صفر 3925 ماشي صفر هادي بلاتي 63529 اللي ديالو راه غادي يدخل عندي هذه الا ما بانش مولا راه غادي نطلقوه. كيف قلنا الا ما بانش مولا الخوت راه غادي نطلقوه هذا مكان. يلا تحياتي لكم ونطلعوا الخوت للسطح نفاكسيو دوك الحميمات وكيف العاده الله يرحم لكم الوالدين. طلعنا من جديد بالنسبه للاكل الخوت هذا راه صافي ساله، هذا راه القاع باين، هذا راه صافي ساله الخوت. هنايا انا نوريكم القاع الخوت انتم شوفوا هنا شوفوا هنا شتو هو القاع، القاع ديال البرميل الخوت شتو هو القاع ديال البرميل، يعني صافي البرميل هنا ساله. واللي بقى لينا من الخنشه هاد 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 نص كرده نص خنشه هي اللي بقات، يعني من هنا السبت الخوت غادي ندومونديو على الاكل. البنيات ديالي هما بجوج هنا هبه وفاطم الزهره ديري بحال لا هبه وفاطم الزهره هما بجوج. الخوت الذكوره راه عطيناهم خرجناهم الشوم فيهم الجوع راه عطيتهم ياكلوا عاد غنفاكسيهم ان شاء الله وحطيت لهم الماء باذن الله غادي ياكلوا هو الاول عاد غادي نبداو عمليه التلقيح باذن الله. كونتر ديك لا مالادي شنو سميتها نيو كاستل ولا نيو كاستل هي بوعنينيق نيو كاستل ولا نيو كاستل هو بوعنينيق هذا مكان. خو هذا الخوت اللي مات خو هذا الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الخوت راه مكتب من شحال هادي بان هذاك الولد غادي يخرج ودا وطاطاطاط وغادي يموت قدر الله وما شاء فعل. حتى انا الخوت الوقت ديالي وقتاش الله اعلم كل شيء في علم الله عز وجل الله اللي كيعلم وقتاش انا غادي نموت حيت اما غادي نموت الخوت بالاثنين اولا بالثلاث اولا بالاربعاء اولا بالخميس اولا بالجمعه اولا بالسبت اولا بالحد اي نهار من هاد الايام فاش غادي نموت لا انا ولا نتوما ولا الجميع ان شاء الله. كلشي باذن الله الخوت كيف قلنا كلشي باذن الله هذا ما كان ان شاء الله. الخوت الحمد لله جبنا الفاكسان راه هو لهيها البنيه تما بجوج معايا فاطمه الزهراء ولاله هبه حتى هي ان شاء الله غادي يشدوا معنا ولله الحمد الحمد لله. هذا ما كان كنا خرجنا سته ديال الوليدات الخوت من الهولندي والبدعيه البورا ها هو خو هو هذا اللي فيه سيوف ابوي يعني هنا نورمالمون خص يكون عندي جوج كره باقي الاخر ليه باقي الاخر عند الاناث. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين ها اللي مرض اللي شكيت فيه مرض هو هذا ها هو شتو راه غير باقي ما بقاش كيلوي في عنقه الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. والله يرحم لكم الوالدين الخوت هادشي اللي تنقول ديما الله يرحم لكم الوالدين. وبالنسبه لذاك الشنبوغ اللي كاين لداخل اللي قلنا اللي كاين عند الاناث اللي كان كيتفلعص عليا وكنت كنعطي هذاك راه عاوتاني زاد بدا كيتفلعص حبست ليه الكينه ما نكذبوش على الله حبست ليه الكينه بدا كيتفلعص دابا راه هو غير ناعس راه هو غير ناعس فوق الكاليبوتي رجلي تحلات هذاك خصني نعطيه لشي حد ولا نشوف شنو ندير ليه خصني نحيدو عليا وصافي هذا ما كان. وبالنسبه للخوت غادي نولعكم في واحد الشنبوغ جابوا لنا خونا خالد كيف قلنا راه طاح عنده كنشدو البارح على ما قال لي السيري ديالو كيبدا ب 63 لي ديالو يدخل لعندي الا ما بانش مولا راه غادي نطلقوه هادشي اللي كاين. يلا تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين. الله على بركه الله اول حمامه غادي تفاكسا هي هذه. الخوت بالنسبه للحمام الا شفتوا الصحه ديالو راه تبارك الله راه صحيح راه ماشي راه حميمات صحاح اللهم بارك نتمنوا الخير. هذه خت المنفوخه الصغيره الخوت هذه خت المنفوخه راكم عقلتوا عليها سبحان الله العظيم الوالدين الخوت كيعطيوني ولد واحد. حنا اول حمامه ان شاء الله قبل ما غادي نبداو الخوت غادي نلوحوا الفاكسين اللي كاين في التيو خليت داك الفاكسان القديم قصي هادي صافي ما قصينا والو على بركه الله. لا شدي بهاد اليد ها معلمه معلمه تبارك الله المره اللي فاتت شديتها لا لا شدي جري ليها جري ليها جري ليها المنقار شديها من المنقار انت هي ها
الخوت على بركة الله بسم الله صافي نطلقوها حنا غادي نمشيو اجي بقيت تماك شدوا الحمامة رقم جوج بإذن الله حنا غلي وصلنا لها هي كنشدوها كيف قلنا الخوت بالنسبة للحميمات اللهم بارك على ما يبدو أنا اللي كيبان لي هذا ذكر يمكن هذا الله أعلم هذا قلت الخوت ذكر إن شاء الله لا حيت هذا الخوت ذكر هذا على ما أظن ذكير تماما هذا ذكر هانتوما بالنسبة للجهاز التنفسي غادي نوريكم الحمامة اللي كنا ديجا قلنا انها مريضه بزاف جوج حمامات اللي كنت صورت لكم غادي نوريكم الخوت اجيو تشوفوا هذه هي الطريقه ديال الفاكسين ديالي كيف كان فاكسينا هذه صافي لونطون يعني بالفرنسيه من شحال هذه كنديرو هكا كنقول بسم الله كندخلو صافي ونطلق باش كنتاكدوا الخوت هي الضربه شوف الضربه هنا في الخوة ها هي هنا حتى نسيق راه هي هما قالوا 0.1 يمكن كندير اكثر من 0.1 الله اعلم يلا الخوت باذن الله وكل شيء الخوت بإذن الله كيف قلنا كل شيء بإذن الله نتمنى الخير دابا إن شاء الله نبقاو غاديين مع الإناث الخوت إن شاء الله نبقاو غاديين مع الإناث كاملين حتى ندير لهم التلقيح ديالهم التلقيح الاصطناعي كونتر الباراميكسي فيروس هو هذا إن شاء الله غادي نلقحوهم كاملين وإن شاء الله نتمنى الخير يلا تحياتي لكم وخليكم معنا التلقيح هنا بالنسبة للاخر الخوت اللي في العصا هو حنا ما بغيناش نضيعوه بغينا نداويو وكيحل جناحو بزاف ها هو هذا الخوت مفلعص ولا كيتتاوت بدا كيتقاد ودابا ولا كيتفلعص من ناحيه الصحه ديالو الصحه الخوت زوينه هانتوما الصحه ديالو شوشو البزق البلاصه فين شوف الخضوريات الصحه ديالو مزيانه ما فهمتش الخوت هاد البارا والله ما فهمت ما بغاش تبعد منه الكينه سالات غنعطي الكينه ضروري نعطي الكينه نفاكسيو حتى هو نفاكسيو الخوت ان شاء الله الفاكسان ترى هود ماشي مشكل اخر حمامه في الاناث الخوت ان شاء الله تلقينا انا سيري خوجي على برا يلا الخوت الله يرحم الوالدين دابا الذكور والزغاليل ان شاء الله غادي نبداو بهم باذن الله والله يرحم الوالدين غادي نجبدو ان شاء الله هو داك الدفلي اللي كانت عينيه مدمعه بزاف هو اللي غادي نجبدوه باش نعرفو هذاك الدفلي الخوت اللي كانت عينيه مدمعه بزاف هو اول واحد غادي نفاكسيو باذن الله وغادي نشوفوه العين ديالو انا الخوت اجيو تشوفوا ها العين اللي كانت مدمعه هي هذه هي العين اللي كانت مدمعه النيف كان موسخ هذه هي العين اللي كانت مدمعه كتبان مزيان ما بقاتش مدمعه وانما اللون ديالها الخوت شوف اللون ديالها كي داير هذه اللون ديالها اصفر شوفوا العين الاخرى ليموني هذه مغاير اللون ديالو مغاير يلا الله يرحم الوالدين بداو دابا الخوت في الدكور باذن الله والله يرحم لكم الوالدين بسم الله على بركه الله تاو تلقي شدي اجي ندخلوا لداخل بنيتي ماشي مشكل حنا ندخلو هذا هو اللي كنت خلي ماشي مشكل هذا هو اللي كنا كنديرو في الخنشه عقلتي عليه كنا كنهبطو به الحمام يا السلامة عاب شوي عليكم اصاحبي شدي الخوت السلام عليكم ورحمة الله هادو آخر زغاليل بإذن الله هما هادو إن شاء الله نتمناو الخير ضربنا دوزنا الخوت الدكور ولله الحمد ما توركيش عليه غدير بحال حلوة لاكرين غتوركي عليه تبشغيه هادو آخر الخوت حمامات لي هنا لي عند الدكور الحمد لله تبارك الرحمن شدو خوتا هو والحمد لله كيف قلنا الخوت الله يرحم لكم الوالدين راني مريضه الخوت الله العظيم حتى انا راني مرضت اقسم بالله حتى مرضت وانما قدر الله ما شاء فعل وان لله وان اليه راجعون هذا ما كان الحمد لله صافي كلشي تفاكسا من ناحيه الدوكور حنا غادي نمشيو للبروديكسيون الا كان شي ولد تماك ولا شي حاجه يلا الخوت ونولعكم في داك الشنبور الخوت اللي جاب لي اخونا خالد باش الا ما بانش مولا غدا غادي نطلقوه ان شاء الله الله يرحم الوالدين كاتي الله غادي ندخلوا حتى للحميمات غادي نفاكسيو حتى ديال البروديكسيون ان شاء الله كبار وصغار وكل شيء اللي قادت تفاكسا غادي نفاكسيوه ان شاء الله والله يرحم لكم الوالدين قلنا الخوت بالنسبه للشنيبير هو هذا الله اعلم ديال من هذا جابوا لنا
الاخ خالد جابوا لنا خونا خالد هو هذا شنو بك تيبان زوين رفيق قميله راه درنا اللي تقطر في سبيل الله وفاكسينه اللي كاينه الخو درنا والله العظيم الا درنا جي تشوف قميله زيد 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 هاهي هاهي الخوت هاهي غاده هاهي غاده هاربه شو هاهي غاده هاربه هاهي غاده هاربه رفيق قميله ما علينا درنا اللي تقطر هاد قميله هذا غادي نسدو عليه في شي بلاصه نقيه ما نديروش الخوت في المكتب لان ديز المرض تماك هذا حيت الصحه ديالو صحيح هذا صحيح ان شاء الله بان مولاه هي هذيك ما بانش مولاه غادي نطلقوه باذن الله والله يرحم لكم الوالدين زهراء اجي لهنا اجي حبيبتي اجي فاطمة زهراء هي زعما كتعاوننا الله يرحم ليها الوالدين حتى هي جلسي جلسي هنا باش نديروا النهايه وان شاء الله يكون خير يلا الخوت تحيه الخوت والحباب كيف كنقولوا في ارض الوطن وخارج الوطن كاع الناس اللي كيبغونا كيف قلنا الحمد لله الخوت الفاكسان وغادي بالامور طيبه ضربنا الاناث والذكور تهنينا منهم وباقي لينا الخوت البروديكسيون ان شاء الله غادي ندوزوا عليها واحد بواحد لان الفاكسان وباقي عندنا هنايا ولله الحمد ونصيحه نصيحه الخوت راه كلشي ماشي كلشي راه لا بليبار الاغلبيه لاني كنت كونيكتا مع ناس وكنت كونيكتا مع مواليع كبار يعني داكشي في الخفاء يعني ماشي من الضروره نقول لك كيعيط لي فلان في كازا ونجبد لك سميتو ولا نقول لك فلان هنايا ولا هذا نقول لك راه درت عنده فيديو ولا نقول لك فلان ولا يعني ماشي من الضروره نجبد الاسماء لان المرضى الخوت راه مرض موسمي كما يقال راه المرض كاين غير باش تعرفوا بان المرض كاين وراه عباد الله ما نقولوش كل شيء ونقول الاغلبيه واحد قال لي انا كنعاني اقسم بالله العلي العظيم الا قال لي انا كنعاني قال لي ها الباراتيفوج ها داكشي اللي عندي انا تقريبا والله اعلم نقولوا والله اعلم بعدا الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله وهذا من فضل ربي حيت كيف ما كان الحال الابتلاء ربي راه غيبتليك بواحد الحاجه حمد الله وشكره الحمد لله والله العظيم اللي جات من عند الله مرحبا بها والغدا نلقى كلشي ميتا نبكي عليهم شويه وغادي نبرد ونقول الحمد لله والله العظيم نقول الحمد لله ربي غادي يخلفها ليا باذن الله هذا ما كان يلا الخوت تحياتي لكم بالنسبه لرقم الخاتمه جير جاي لهنا بنيتي 63 هادي راه صفر ماشي 6 صفر 6 انا الخو 63000 صفر 6 63529000 وهذا راه ديال الفيدراليه الخوت هاد الباك هذا ديال الفيدراليه بحال اللي كان باكي بهم انا 2024 ديال ها هي فيدراسيون ناسيونال اس يس اسوسياسيون اللعيبه كولومبوفيل وديك اللعيبه ما علينا اللي مولاه راه غادي يدخل عندي يقول لي ديالي غادي يوريني خوه هذا يعني باش كنتاكدوا بانه ديالو غادي يجي غادي نعطيه الشنبور ديالو ما كانش ما بانش مولاه غدا غادي نقول ليه مسعاك مجرك وغادي نطلقوا باذن الله يلا تحيه لخويا عمر وخونا عز الدين سيدي موسى وخونا سفيان وخونا سمير والبشير خونا جهاد صابرين خونا صلاح وخونا عثمان وعثمان وخونا مصطفى وخونا بوشعيب وخونا علي وخونا عبد العالي وخونا الفرات علي وكذلك ومثال خونا ابو عبيد الشتيوي الله يرحم لك الوالدين ونتمنوا الخير والتيسير لكاع الناس اللي كيبغونا الناس اللي متبعينا في البيوت ديالهم ولا في الهواتف ديالهم ولا في المقاهي ولا كاع الناس اللي متبعينا انا واحد الحاجه اللي غادي نقولها وغادي نقولها الى ان يرث الله ماشي الى ان يرث الله الارض ومن عليها الى ان يتغمدني الله برحمته باذن الله نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين كاع الناس الزوينه والناس اللي كتقول كلمه طيبه والناس اللي الفم ديالها كيخرج منه المسك ماشي كيخرج منه خبر في راسكم حيت كاين المسك وكاين واحد الحاجه اخرى واحد الرائحه ما علينا الله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير لان الحياه قصيره الله عز وجل قال لكم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الحمد لله والشكر لله هذا ما كان والابتلاءات راه كتجي من عند الله عز وجل والله واخا قال لك الله عز وجل ولا ترموا بانفسكم الى التهلكه هنا هذا ماشي غير من انفسنا بالتهلكه هذه احنا كنوكلوا وكنشربوا غاديين بخير الحمد لله جا الابتلاء من عند الله التهلكه هي الا بانت لي شي حفره ونطيح فيها ونقول مكتبه هذيك ماشي مكتبه هذيك لا هذاك باتيسري يلا تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين وتحيه لهاد الكتكوته والله الا هاد البنت هادي والله الا عزيزه عليا هادي هاد البنيته هادي ها هي والله الا عزيزه عليا هادي الكتكوته الصغيره ديالي فاطمه الزهراء لاله غير شي عثمانه اي مع باباها عثمانه الكتكوته نبوس ليها راسها هادي عزيزه عليا مسكينه كتعاونني الخوت بزاف ومسكينه كطلع تحيد لي الشرابات وهي اللي خدامه معايا من ناحيه الخدمه هنا كنهضروا غير العمل اليدوي يعني كتخدم معايا بزاف نقول لها وكلي ليا نقول لها حيدي الشرابات تعرف تشد الحمامه تمشي نقول لها سير شدي داك الدكر دخلي هنا ولا هذا كتمشي تشدو ما كتخافش يعني تقول لك لا غادي يقرصني ولا غادي يعضني ولا كيزلق ولا هذه كتمشي تشد الحمامه ولله الحمد يلا تحياتي لكم الله يرحم لكم الوالدين والى فيديو قادم بحول الله والسلام عليكم والله العظيم الخوت ما تغديت ولا ما تغديتش؟ لا ما تغديتش تغديت هبه ولا ما تغديتش؟ لا مريض والله العظيم الا مريضني مريض الحمام والله نقول لكم تصابيت بلا دينوكولي نقول لكم اللي كاين
والله العظيم تصابيت بلا دياري في الصباح مرات صافي بقيت مريض لحد الساعه كلشي كضرني حيت مرات صافي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهده ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.